كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. إذن اليوم جينا لمدينة الصويرة باسم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من أجل الإشراف على تجديد ديال المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بالصويرة، وأيضا معنا الأخ عضو المكتب المركزي السي سعيد النداجي من أجل تجديد ودادية موظفي العدل. إذا اللقاء ديال اليوم هو لقاء تواصلي بالدرجة الأولى وأيضا لقاء تنظيمي باش النقابة الديمقراطية للعدل، وهذه هي الميزة اللي كتميز الإطارات ديال النقابة الديمقراطية للعدل أو ودادية الموظفين للعدل، أنهم كيجددوا الهياكل ديالهم في الأوقات ديالها. ما عندناش ديك الولايات الدائمة باش تسري دماء جديدة، وبطبيعة الحال مدينة الصويرة هي واحد مدينة عبور، كيجوا بعض الأعضاء كيخدموا هنا في الصويرة كينتقلوا كيعاودوا يجوا أعضاء أخرين، إذن هي واحد المدرسة. ونعتبر مدينة الصويرة هي واحد المدينة تاريخية من المؤسسين ديال النقابة الديمقراطية للعدل، ومن المدن اللي طالها اللظى والقمع ديال سنوات الرصاص ديال وزارة العدل. المحكمة ديال اليوم واحد العرس كبير ديال جديد ديال ودادية موظفي العدل والمكتب ديال النقابة الديمقراطية للعدل، وحضروا واحد العدد ديال الموظفين والموظفات، وكان واحد الابتهاج واحد السرور لتجديد هاد المكتبين. كان واحد الروح نضالية عند جميع الإخوان والأخوات، وفرحانين بزاف بهذا التجديد ديال المكتب ديال الودادية وديال النقابة، وتنتمناو لهم إن شاء الله بالنسبة للمكتبين الجديد التوفيق والنجاح. وتنشكروا المكتب السابق ديال الودادية اللي كان تيترأسوا الأخ مصطفى، والمكتب ديال النقابة اللي كان تيترأسوا بفنزي يوسف، وفعلا ناضلوا هاد الناس بجوج وعطاو واحد الكثير للودادية للنقابة، وحنا في جنبه. تم اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بالصويرة تجديد مكتب النقابة الوطنية للعدل بحضور ممثل النقابة الوطنية السي مصطفى سندية، وكذلك مجموعة من الموظفين موظفي محكمة ابتدائية بالصويرة. تم تجديد المكتب بحيث تم ضخ دماء جديدة عن طريق ترشح وترشح أعضاء جديدة في المكتب، كذلك تم انتخاب تجديد المكتب ودادية العدل بحضور السي سعيد الهنداجي ممثل المركزي للودادية. واللي لاحظنا بالنسبة للودادية أنه كان حضور المرأة العدلية بكثافة. النائب ديالو يوسف